السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مدرسة الأندلس الابتدائية للبنين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تدريبات إثرائية خاصة بمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات الصف الأول الابتدائي، الخاصة بامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2021-2022. السؤال الأول، أعزائي الطلبة، اختر الإجابة الصحيحة بما يلي: طريقة لتبادل الرسائل بين الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب. رقم 1، طريقة لتبادل الرسائل بين الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب. الاختيار الأول الروابط التشعبية، الاختيار الثاني البريد الإلكتروني، الاختيار الثالث متصفح الويب. الإجابة الصحيحة هي البريد الإلكتروني. رقم 2، لفتح ملف نختار من قائمة ملف أمر. لفتح ملف نختار من قائمة ملف أمر حفظ فتح طباعة. حفظ فتح طباعة، أحسنتم، سوف نختار فتح. رقم 3، اضغط مفتاح الإدخال نقط لإنشاء سطر جديد. اضغط مفتاح الإدخال نقط لإنشاء سطر جديد. الاختيارات Enter Delete Backspace. Enter Delete Backspace. الإجابة الصحيحة هي Enter. رقم 4، لكتابة الأرقام والحروف نحتاج إلى. رقم 4، لكتابة الأرقام والحروف نحتاج إلى نقط: لوحة مفاتيح، فأرة، سماعات. لوحة مفاتيح، فأرة، سماعات، أحسنتم، سوف نختار لوحة مفاتيح. لحفظ الملف نختار من قائمة ملف أمر نقط. لحفظ الملف نختار من قائمة ملف أمر نقط. طباعة حفظ فتح. طباعة حفظ فتح، أحسنتم، سوف نختار حفظ. رقم 6، لتغيير لغة الكتابة نضغط من لوحة المفاتيح نقط. لتغيير لغة الكتابة نضغط من لوحة المفاتيح نقط. Alt زائد Shift، Alt زائد F4، Control زائد S، سوف نختار Alt زائد Shift، أحسنتم. رقم 7، نقط هو اتصال حاسوبك بأجهزة حواسيب أخرى حول العالم بشكل يشبه الشبكة. هو اتصال حاسوبك بأجهزة حواسيب أخرى حول العالم بشكل يشبه الشبكة. هل هي الأقمار الصناعية، الإنترنت، الهوائيات؟ الأقمار الصناعية، الإنترنت، الهوائيات. الإجابة هي الإنترنت. رقم 8، نقط هو برنامج يتيح لك الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت. هو برنامج يتيح لك الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت. الإجابة الصحيحة هي متصفح الويب، برنامج الدفتر، برنامج الرسام. متصفح الويب، برنامج الدفتر، برنامج الرسام. إجابتنا الصحيحة سوف تكون متصفح الويب. رقم 9، استخدام مفتاح التراجع نقط للحذف. استخدام مفتاح التراجع نقط للحذف. إذا أردت حذف كلمة معينة أو حرف معين سوف أختار Enter Space Backspace. Enter Space Backspace، أحسنتم، الإجابة الصحيحة هي Backspace. رقم C. السؤال رقم 10، برنامج نقط هو متصفح الويب. برنامج نقط هو متصفح ويب. الدفتر، الرسام،
مايكروسوفت ايدج، الدفتر الرسام مايكروسوفت ايدج. احسنتم، مايكروسوفت ايدج. يمكن الانتقال الى صفحات اخرى مرتبطة من خلال الضغط على، يمكن الانتقال الى صفحات اخرى مرتبطة من خلال الضغط على الروابط التشعبية، الصور، الفيديوهات. الروابط التشعبية، الصور، الفيديوهات. احسنتم، الروابط التشعبية. رقم 12، مزايا استخدام البريد الإلكتروني. مزايا استخدام البريد الإلكتروني: مجاني، مكلف، بطيء. مجاني، مكلف، بطيء. من أحد مزايا البريد الإلكتروني أنه مجاني. أحسنتم، هو أن تضع الأحداث بالترتيب الصحيح لتنفيذ مهمة معينة. هو أن تضع الأحداث بالترتيب الصحيح لتنفيذ مهمة معينة. التسلسل، البريد الإلكتروني، الروابط التشعبية. التسلسل، البريد الإلكتروني، الروابط التشعبية. أحسنتم، التسلسل. هو روبوت متحرك على هيئة نحلة. هو روبوت متحرك على هيئة نحلة. بيبوت، بينت، وورد باد. بيبوت، بينت، وورد باد. أحسنتم، سوف نختار بيبوت. يستخدم هذا الزر لتنفيذ العودة إلى التعليمات، الانتقال إلى المهام، الانتقال إلى البداية. يستخدم هذا الزر لنقطة العودة إلى التعليمات، الانتقال إلى المهام، الانتقال إلى البداية. أحسنتم، الانتقال إلى البداية. يدل هذا الذر على الاتجاه إلى، أسفل، أعلى، يمين. أسفل، أعلى، يمين. أحسنتم، أعلى. يستخدم هذا الزر لتنفيذ، يستخدم هذا الزر لتنفيذ العودة إلى التعليمات، الانتقال إلى المهام، الانتقال إلى البداية. أحسنتم، العودة إلى التعليمات. هو مجموعة من الأشكال والرسومات يتم ترتيبها وتكرارها بشكل معين. هو مجموعة من الأشكال والرسومات يتم ترتيبها وتكرارها بشكل معين. أعزائي الطلبة، هو التسلسل، النمط، الروابط التشعبية. التسلسل، النمط، الروابط التشعبية. أحسنتم، النمط. يحدث حين يدخل كائن إلى النمط مختلف عن مكوناته الرئيسية. يحدث حين يدخل كائن إلى النمط مختلف عن مكوناته. الأخطاء في النمط، النمط، الروابط التشعبية. أحسنتم، الأخطاء في النمط. يستخدم هذا الزر لتنفيذ، يستخدم هذا الزر جو لتنفيذ، أسفل، أعلى، ابدأ. أسفل، أعلى، ابدأ. أحسنتم، ابدأ. وها قد انتهى السؤال الأول. السؤال الثاني، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. الويب، لا تتحدث مع الآخرين. مقاطع الفيديو، التواصل مع الآخرين. البريد الإلكتروني، شيفت، النمط، سرعة تبادل الرسائل. التسلسل، خطوات صغيرة، بي بوت، نص. رقم 1، من مزايا استخدام البريد الإلكتروني، من مزايا استخدام البريد الإلكتروني. أحسنتم، سرعة تبادل الرسائل. أحسنتم،
لكتابة حرف كبير نضغط على شيفت زائد الحرف، شيفت زائد الحرف. هو روبوت متحرك على هيئة نحلة، هو ريبوت متحرك على هيئة نحلة. أحسنتم، بي بوت، بي بوت، ريبوت متحرك على هيئة نحلة. يمكنك يمكن عبر البريد الإلكتروني إرسال، يمكن عبر البريد الإلكتروني إرسال مقاطع فيديو، مقاطع فيديو. يمكن عن طريق زيارة، يمكن عن طريق الإنترنت زيارة مواقع، يمكن عن طريق الإنترنت زيارة مواقع الويب. يمكن عن طريق الإنترنت زيارة مواقع الويب، يمكن عن طريق الإنترنت زيارة مواقع الويب. أحسنتم. هو أن تضع الأحداث بالترتيب الصحيح لتنفيذ مهمة معينة، هو أن تضع الأحداث بالترتيب الصحيح لتنفيذ مهمة معينة. أحسنتم. التسلسل، رقم 7. يمكنك العثور في مواقع الويب على، يمكنك العثور في مواقع الويب على النصوص والصور. أحسنتم. يستخدم الإنترنت في، يستخدم الإنترنت في. أحسنتم. سوف نختار التواصل مع الآخرين. رقم 9. من قواعد أمان الإنترنت، من قواعد أمان الإنترنت. أحسنتم. لا تتحدث مع الآخرين. من قواعد أمان الإنترنت، لا تتحدث مع الآخرين. 10. هو مجموعة من الأشكال والرسومات يتم ترتيبها وتكرارها بشكل معين، هو مجموعة من الأشكال والرسومات يتم ترتيبها وتكرارها بشكل معين. أحسنتم. سوف نختار النمط. نقط. هو طريقة لتبادل الرسائل بين الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب، هو طريقة لتبادل الرسائل بين الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب. أحسنتم. سوف نختار البريد الإلكتروني. لتنجز المهمة قسمها إلى، في حالة إنجاز مهمة كبيرة والرغبة في إنجازها بشكل أسرع نقسمها إلى خطوات صغيرة. وإلى هنا أعزائي الطلبة انتهى السؤال الثاني. السؤال الثالث. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تنصحك بأن لا ترسل صورا شخصية للغرباء، ضع علامة صح التي، ضع علامة صح أسفل الصورة التي تنصحك بأن لا ترسل صورا شخصية للغرباء. السؤال الثالث.
ضع علامة صح أسفل الصورة التي تنصحك بألا ترسل صور شخصية لغرباء. الصورة على الجانب الأيمن هي إرسال معلومات شخصية، الصورة على الجانب الأيسر هي إرسال رسالة أو إرسال صورة شخصية للغرباء. سوف نضع الصورة أو علامة صح على الجانب الأيسر. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تدل على الاتصال اللاسلكي. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تدل على الاتصال اللاسلكي. الصورة على الجانب الأيمن اتصال لاسلكي، الصورة على الجانب الأيسر اتجاه أو اتصال سلكي عن طريق الأسلاك. سوف نختار الصورة على الجانب الأيمن. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تدل على استخدام الخرائط لتحديد المواقع. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تدل على تحديد المواقع. سوف نختار الصورة على الجانب الأيسر. ارسم الشكل الصحيح في المربع الفارغ. ارسم الشكل الصحيح في المربع الفارغ. السؤال الرابع، ارسم الشكل الصحيح في المربع الفارغ. ارسم الشكل الصحيح في المربع الفارغ لإكمال النمط. مثلث، دائرة، مثلث، دائرة، مثلث، دائرة، مربع فارغ، دائرة. سوف نرسم في المربع الفارغ مثلث. أحسنتم. بهذا الشكل. ارسم في الشكل الصحيح. ارسم الشكل الصحيح في المربع الفارغ. رقم 5، ارسم الشكل الصحيح في المربع الفارغ. دائرة، نجمة، دائرة، دائرة، نجمة، دائرة، دائرة، نجمة. في المربع الفارغ سوف نختار دائرة بهذا الشكل. السؤال الرابع، ضع الكلمات في العمود ألف بما يناسبها في العمود باء. ضع الكلمات في العمود ألف بما يناسبها في العمود باء. السؤال الرابع، صل الكلمات في العمود ألف بما يناسبها في العمود باء. انتر سبيس كي، باك سبيس، شيفت كي. العمود باء، ترك مسافة، الانتقال إلى سطر جديد، كتابة حروف إنجليزية كبيرة، التراجع ومسح الحروف. انتر الانتقال إلى سطر جديد، سبيس كي، ترك مسافة. باك سبيس، التراجع ومسح الحروف. شيفت كي، كتابة حروف إنجليزية كبيرة. السؤال الخامس، صل من العمود ألف ما يناسبه في العمود باء. التف إلى اليسار، ارجع إلى الخلف، التف إلى اليمين. التف إلى اليسار، ارجع إلى الخلف، التف إلى اليمين. التف إلى اليسار، سوف نأخذ معه الصورة في الثانية في العمود الثاني. ارجع إلى الخلف، الصورة في الثالثة في العمود الثاني. التف إلى اليمين، سوف نأخذ معها الصورة الأولى في العمود الثاني. وانتهت مراجعة التدريبات الإسرائيلية. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.